السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم زيارتنا القصور صدام حسين بمحافظة بابل. القصور هي موجودة فوق تل جدا عالي ما شاء الله عليه، مطلع على مدينة آشور. إن شاء الله بالتصوير راح تشوفونها، إن شاء الله أكون وفيت وياكم وتصوير يكون واضح. جوا أكو حديقة كلش حلوة، تقدر تأخذ أهلك عائلتك إذا أنت قريب على المحافظة، أو إليك زيارة هناك إذا رحت الشريفة بنت الحسن مثل ما الناس تروح، تقدر يوم هناك تونس بيها. هاي الحديقة وشي حلو. شكرا لكم وأتمنى تكونون تستمتعون.